دخول خارجية مش زي خروج من خارجية. خارجية في النهاية مش مهنة إنما رسالة، لأنك بتتحملي مسؤولية تمثيل وطن، يعني عمل صحيح. عام وتمثيل وطن. حتى العمل العام الداخلي له طابع، والعمل العام الخارجي مختلف طول النهار. فاللي يخش خارجية، وأنا بقول هذا لكل الشباب اللي بيخشوا، لو بتسألني أخش ولا تخش ولا ما تخشش، يبقى ما تخشش. لو أنت يعني في دماغك أنا هعمل كل شيء لهذه المهمة وهذه الرسالة، يبقى خش وانت مطمئن، لأنها وظيفة ممتازة وثرية وفيها جاذبية كتير كبيرة جدا. فده اللي خليني أخش الحقيقة، الفضول نتيجة ل الفضول والتحدي بقى ده. الفضول والتحدي صحيح، وزائد إنه يعني بشكل مباشر أو غير مباشر دي قضايا كنت بسمعها كل يوم. فقررت إن أنا أبدأ الرسالة. طب جميل، وعلى كل يعني من حسن الحظ ان حضرتك سجلت هذا المشوار من بدايته في كتاب جديد اسمه في قلب الاحداث، الدبلوماسيه المصريه في الحرب والسلام وسنوات التغيير. كيف جاءت فكره هذا الكتاب؟ هقول لحضرتك، يعني اولا انا لا اميل الى السيره الذاتيه، واصلا ما كنتش عايز أتولى منصب حكومي ولا منصب وزاري بعد سنين من المنصب من العمل في الخارجية، لأن أنا أميل إلى المادة الدبلوماسية أكثر من المناصب السياسية أو الدبلوماسية. إنما لما قبلت أن أكون وزيرا بعد 3 مرات اعتذرت فيها، قبلت من منطلق المسؤولية. الظرف السياسي المصري كان صعب، وقيل لي ما فيش مجال انك تفكر وما تفكرش. كل مجتهد، كل من له قدر من الكفاءه والالتزام الوطني لابد ان يقبل المسؤوليه. فقبلت. لما انتهيت من هذه المهمه، ناس اتصلوا بي وقالوا لي لازم تسجل التاريخ، لازم تسجل التجارب دي، انت اشتغلت في مرحله تاريخيه بالغه الحساسيه من منطلق الوطنيه السياسيه، عشان الجيل اللي بعدك يتعلم منك، سجل وقائع عشان تبقى موجوده قدام. وده شيء مهم على فكره قوي، انه يعني فعلا يعني من عاصر هذا التاريخ لابد ان صحيح يقوم بتاريخه يعني.